عسلامة. اليوم باش نشوفو كيفاش باش نغطيو الحمورة نتاع الحبة كي تطلع لنا. دونك بيان سور باش نغطيو لا روجور موش لو رولييف. نبدا بالزيب زابر اللي هو باش يداويلي الحبة نتاعي، فيه ديزاكتيف تريتان يداويو الحبة. انسويت باش نحط لو كونسيلر اتش دي اللي هو لونو اخضر على الحبة نتاعي. ايفيدامون لا كولور فيرت نوتراليز لا روجور، دونك اللون الاخضر باش ينحيلي الحمورة نتاع الحبة. جو لو تابوت بصبعي، نخدمو بصبعي، ومن بعد ناخذ الاول اوفر كوفر ستيك نتاعي اي جو في تابوتي الكوريكتور هذايا على الكوريكتور الاخضر اللي عملته. دونك باش نغطي الخضوره افيك لو كوريكتور ان لو تابوتان فوقو بيان سور بالسياسة. من بعد ناخذ لاكني فايتينغ فاونديشن نتاعي اللي هو فيه ديزاكتيف انتي اكني، دونك سي ان فون دو تان تري كوفران يغطي بالقدي بالقدي بالقدي، و ان ميم تان فيه ديزاكتيف فيه دو لاسيد ساليسيليك اللي باش يشيح لي بوتون. Donc je le travaille au pinceau. Najmou tkhdmou bidikom ou nji win khabit le bouton tari ou je le tapote. Donc je n'étale pas le produit, win hatit le correcteur. Je le tapote ou nkhdem le fond de teint tari kima mstansa nkhdmou. Men بعد نعاود ناخذ le correcteur all over cover stick ou باش نستعملو en anti cerne. Donc je vais camoufler mes cernes بال le correcteur هذاك. Je le tapote au doigt ou نعاون روحي شويه بالبانسو ou je le tapote بالسياسه pour le faire adhérer. Pour illuminer mon teint, je n'amène une petite touche de blush liquide blush نتاع la gamme essentielle et je vais matifier le tout avec la pressed powder de la gamme studio. Ça va me permettre de matifier mon teint et de couvrir un peu plus la haba nتاعي. Voilà, kifesh nghatiou un bouton. Je vous dis à bientôt.